أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك
لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات 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 وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى ماء
واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. ونفضل بعض على بعض في لكر. إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على غرمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويستعجلونك بالسيئة
السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم هادي. ولكل قوم هادي. ولكل قوم هادي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة.
اللهم صل على النبي. الله يعلم الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء إن عنده بمقدار. الله عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دعوة الحق
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا
إلا كباسط كفيه لما يطلبوا من ربنا على حياة النبي محمد أشرف خلق الله قعدوا سنة يطلبوا عشان يشوفوه راس النبي عليه ربنا يزيدك ربنا يزيدك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دوني أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا والبصير
أما ليستوي الظلمات
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد ربيع فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حرية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه
لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الله
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يا حلوة يا مصطفى سلام عليكم بما صبرتم والنبي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والملائكة
الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء Thank you.
الله يديك العافية. الله يا مسافر قد ما يشاء ويخذ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا عليه توكل الله
وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا الله
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم.